الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: يوجد بعض الشباب يتهمون الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ ابن عثيمين بأنهم من مرجئة العصر وأنهم من أذل الأمة، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ أنا كل حالة لما هو غريب اللي ما يوافقهم على هذا هم اللي يحكمون عليهم بالإرجاء وبغيره من الملاذ. حكموا على ابن باز وعلى ابن عثيمين بالإرجاء لأنهم لم يخرجوا على ولي الأمر ولم يكفروا المسلمين، وهم يريدون منهم ذلك، لكن لما عجزوا عنهم حكموا عليهم بالإرجاء. هذا كلام بالهوى والعياذ بالله، اتهام لهؤلاء الإمامين بما ليس فيهم. ما عرفنا عنهم من الخير والاستقامة والاعتدال والحث على لزوم الكتاب والسنة ومنهج السلف، هذا اللي تعلمناه منهم وعرفناه منهم رحمهم الله. نعم، لكن لما لم يوافقوا هؤلاء على نزعاتهم ونزعاتهم رموهم بالمرجع. نعم، لأن الذي لا يكفر المسلمين مرجع عندهم. نعم.